يا ما شاء الله تبارك الرحمن، كرفان أمريكي جديد لم يتم استخدامه، تم تجهيزه فقط. ما شاء الله ما شاء الله، شيء يطيب الخاطر. 2021 شهر واحد طالع من المصنع، واصل الكويت نص السنة، هذه نصف السنة 2021. مواصفات جدا جميلة، خلنا نتفرغ لها إن شاء الله. عندك هنا هذا باب خاص لدورة المياه، وهذه ميزة جدا جميلة. هذا السلة من المصنع، ولما تزدح السلة تقدر تحط أغراضك عليها، وهني تحت يصير عليها التاير نفسه السبير. هنا عندك مخزن بالخلف، وعندك هنا خزانات المجاري، جيكات جانبية والتوسيع كبيرة على اليسار مع الشبابيك. رنجات ألمنيوم لون أسود، شيء فخم وحلو. تواير طبعا يدد من المينة لهني وظل وبس، ما تحرك، تجهز وظل بهالمكان هذا. هني عندك الشاور الخارجي، تعبئة الماي على الجاذبية وسخان الماي. تم إضافة بطارية جديدة كبيرة، وتم إضافة سلندر الغاز والغاز الكويتي. وعندك هني الجيك. تبارك الرحمن، كرفان مصنع فورس ريفر شروكي ليميتد، 32 قدم للرمانة. ونشوف هنا هذا المخزن الجانبي، هذا مخزن كبير تحت السرير من اليمين إلى اليسار مع الليت الليدي. نشوف الشباك هنا، هذه غرفة النوم، مظلة كهربائية مع الليت LED، وهم ليتات خارجية هنا، هذه الكشافات القوية. وعندك هنا ثلاجة خارجية، شواية خارجية، آيس ميكر، شاور هنا خارجي، أو تقدر تستخدمه كغسيل. دلع نفسك واستمتع، صج شيء فخم وراقي. شوف هنا شباك هذا شلون كبير، سماعات خارجية وقاعدة تلفزيون، والسلم العريض حق المدخل الرئيسي. نشوف هنا ندخل، وما شاء الله شيء حلو، كرفان جميل بمعنى الكلمة. عليك تشوفه بنفسك وقول ما قال أبو طلال إنه جميل. أول ما تدخل كرفان على يمينك يكون غرفة النوم، هذه غرفة النوم، وهذا السرير ترفعه توصل للمخزن اللي تحت السرير. هني عندك مكان للتلفزيون، إذا بتحط تبي تحط وحدة هم عندك مجال. وعندك مخازن يمين ويسار، والليتات كلهم LED. شوفوا الأرضية شلون جميلة. ترى مو كل أرضية كرفان بهالجمال هذا، في أرضيات لون يعني ما ينبلع، وهذا شيء حلو فخم راقي جديد 2021. نشوف هني الجلسة، طاولة الطعام شلون كبيرة، جلسة حلوة تكفي لك تقريبا 4 إلى 5 أشخاص كبار، وهم تحول سرير. وعندك هذه الغنفة هم تكفي 2 إلى 3 أشخاص، وهم تحول سرير. وعندك هني المطبخ، الرخام الصناعي، مغسلة، حوض مغسلة كبير، هذا الفرن والشولة والميكروويف والشفاط، سماعات الداخلية. شوف منور كبير، هذا صار الجو حلو، تقدر تفتح المنور وتستمتع بالإضاءة الحلوة. سريرين فوق بعض، 4 أطفال، 2 كبار مرتاحين، وخذ راحتك. عندك هني كبت كبير بمعنى الكلمة، كبير حلو حق أغراضك. وهذه الثلاجة اللي تشتغل على الكهرباء والبطارية. وطبعا تقول لك جاهز الكرفان، جاهز جاهز بمعنى كلمة. عندك هذه وحدة تكييف هني بالصالة، طن ونص انفرتر. وعندك الطاقة الشمسية مع هالكنترول، 4 ألواح طاقة شمسية. وعندك الليتات الخارجية على الدمر، سويتشات هني الدمر. شوف هني شلون الإضاءة حلوة، بعد شوي نشوفها. هذه الليتات مصوفرة وحلوة، ليتات مخفية من المصنع. وعندك هني الفاير بليس، هاي تشتغل على الكهرباء، إضاءة حلوة، ومحول راكب وبلاك 220، وهذا هم هني ليت مخفي فوق التوسعة. نروح نشوف دورة المياه، هم شيء حلو مرتب. وهذا دورة المياه، والحلو الباب الخاص الخارجي هذا، تفتحه حبيبي فك نفسك من عوار الراس، فك نفسك من اللوية والإزعاج والوصاخة اللي تصير بالصالة. هذا باب تروح تطلع وتدش الحمام، ما في أحد يمر بالصالة. عندك هذا المرحاض والبربيش والشاور بوكس، وهني المروحة الكبيرة. وعندك مر عليك وشفت مغسلة حمام كذي، حوض مغسلة بهالكبر. شوف
خذ راحتك. أنا ما أدري ليش الباجي كلهم صغار يعني، ليش البخل بهالمغسلة، ولكن هذا استمتع. طبعا الكرفان جاهز من جميع النواحي، عندك مخارج USB، عندك غار البطارية، المحول، التكييف الكبير بالصالة، طاقة شمسية، جيك كهرباء، بلاك 220. شنو ما تفكر إن شاء الله يكون هذا الكرفان مناسب لك وانت مرتاح. بس السرير الامام وانت مرتاح، هني اثنين بغرفة النوم، وعندك اثنين كبار او اربع صغار، وهم هذا اذا تحتاجه تحول السرير، وطاولة الطعام هم تحول السرير. وشوف الحلو، شباك كبير على اليسار وشباك كبير على اليمين، برد القلب، شغل مرتب. نروح نشوف من برا ونشوف الكشافات الخارجية، خمس كشافات حوالين الكرفان كامل. طبعا للحين احنا نور عندنا، ما ظلمت الدنيا عدل، ولكن هذا معناته ان الكرفان جاهز. كاميرا خلفية، عندك هذه هنا الكاميرا خلفية مع الشاشة تاخذها مع الكرفان، وعندك هذه الكشافات حوالين الكرفان. عوار الراس اللي كنت راح تمر فيه لما تشتري الكرفان مجهز، صاحبه خلاص خلص هالشي هذا وجهز لك، ما عليك لانك تطلع وتستانس. طبعا المكيف اللي بالصالة مسدوح فوق السقف، وعندك هم بعد مكان تحط مكيف في غرفة النوم اذا احتجت. باختصار بدقيقة، كرفان صناعة امريكية، فورس ريفر شروكي، 32 قدم للرمانة، جيك كهربائي، بطارية كبيرة، طاقة شمسية، رنجات ألمنيوم، ثلاجة خارجية، شواية خارجية، بابين، باب للصالة وباب للدورة المياه، مظلة كهربائية، وليتات، خمس ليتات كشافات خارجية تقدر تغلل وتزيد بضاءتهم مثل ما تبي، وعندك ليت حلو LED أزرق تحت المظلة، إضافة تكييف رئيسي طن ونص انفرتر بالصالة، وعندك المحول والبربيش. كرفان تقدر تقول تتوكل على الله، تاخذه وتروح تستانس. مو مستخدم، مو معناته مو مستخدم معناته طلعة واحدة، لا، مو مستخدم، ما تحرك من هني من طلع من المينة. والله يبارك إن شاء الله لصاحبه واللي بياخذه، عليه بالعافية إن شاء الله، الله يبارك.